الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا يقول الإمام الطحاوي: ونستغفر لمسيئهم، إن سألت وقلت ما الفرق بين التوبة والاستغفار، ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ الجواب: هما كلفظ الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا معناهما، وإذا اجتمعا افترق معناهما، افترق معناهما، فتكون التوبة أعظم من الاستغفار، لأن التوبة حقيقتها طلب محو الذنب مطلقا، بمعنى لا يبقى في صحيفة شيء منه أبدا، وتمحى عني آثاره في الدنيا وفي الآخرة. فالتوبة طلب محو الذنب مطلقا، جميع ما يتعلق بهذا الذنب من الآثار في الدنيا والآخرة فبالتوبة تطلب محوها. وأما الاستغفار فهو طلب ستره، فقد يستر عليك الذنب ولكن لا يمحى، لكن يستر عليك فتقرر به في الآخرة: أو تذكر يا عبدي ذنب كذا ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا ربي. قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. لكن لو تاب العبد منها ولم يمت مصرا عليها لمحيت محيا تاما. فإذا أيهما أعظم وقعا، التوبة أم الاستغفار؟ التوبة، لأن التوبة طلب المحو المطلق، وأما الاستغفار فهو طلب مطلق المحو، يعني الستر. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم التوبة الصادقة النصوح.